انا طفل وليا حقوق، مش عايز اكون مهموم. انا جيت الدنيا عشان حقي افرح واكون مبسوط، افرح واكون مبسوط. انا طفل بقولها ليك، بتنفس من رجلين، يعني الخنقه بتموتني، يعني اقعد ساكت تقتلني. ارجوكم حسوا كده بسني، انا طفل لازم اعيش، انا طفل لازم اعيش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعيني الكرام، اهلا بكم في حلقه جديده من حكاوي اماني، المعلومه والفكره والغنوه والضيف الجميل اللي هيساعدنا ان شاء الله نقدم لاولادنا حاجه جميله. النهارده عنوان حلقتي مهم جدا، اتمنى كل الامهات اللي بتتفرج علينا تهتم بحلقه النهارده وتسمعها كويس جدا. حلقتنا النهارده بعنوان ما تضغطيش عليا يا ماما. وقبل ما اتكلم عايزه ارحب بضيوف الاول، بيشرفني في حلقه النهارده دكتوره منال ديودار مديره حضانه عبقرينو اكاديمي، اهلا بيكي. استاذه امل ديودار مديره حضانه عبقرينو اكاديمي، اهلا بيكم. النهارده انا متشرفه بيكم ان انتم معايا النهارده، وعايزين النهارده مع متابعينا وامهاتنا تحديدا نتكلم عن ما تضغطيش عليا يا ماما. بيقابلني في الحضانه تقريبا كل يوم امهات كتير عايزه ابنها اللي عنده سنتين وسنتين ونص تكتب وتقرا، وعايزاه عبقرينه زمانه وهو عنده سنتين يمسك القلم، وتيجي تقول لي كده ابن عمه بيكتب وابن خاله بيكتب وجارتنا اللي فوق مش عارفه بتعمل ايه. انا عايزاكم النهارده تتكلموا معايا في الحلقه دي. هبدا بدكتوره منال، هل قابل حضرتك في الحضانه بتاعتك امهات من النوع ده؟ طبعا كتير، يعني هما مش اهم حاجه عندهم ونصب عيونهم ان هما طفل جه الحضانه لازم بكره الاقيه بيقرا وبيكتب وبيتملى وحاجات كتيره جدا. يا مس اماني، طب في حاجات كتير للطفل ده عايز نهتم بيها. الطفل مش قراءه وكتابه بس، تمام. الطفل كيان، الطفل ده له جوانب كتير عايز نهتم بيها. يعني تيجي تقول لي ايه اخته بتكتب احسن منه، هي نفس سنه وتوامه، في فروق فرديه، في اصلا فروق فرديه في النمو ما بين الطفل الولد والبنت، ده اولا. في حاجه تانية كمان ان هما ممكن يكونوا اتنين توأم، واحد عندي ما شاء الله متفوق دراسيا جدا، والطفل التاني توأمه متوسط دراسيا بس مبدع في الرسم. جميل. لو اتاحت له الفرصه ان هو يعرف يعمل موسيقى، موسيقار ما شاء الله، لكن ما حاولتش تكتشف المواهب اللي عنده، ولا بتحاول تكتشف ولا بتحاول تنمي. انا عايزه ابني يبقى متفوق دراسيا بس، كل بس اهتمامها ان ابنها يبقى دكتور او يبقى عالم، كل اهتمامها ان هو يجيب الفول مارك، يجيب الدرجه النهائيه في الامتحان تحت اي ظرف من الظروف، بغض النظر انا بقت جواه طموح معين هو عايزه، موهبه معينه هو عاوزها. الاصعب ان انا لو قارنته بحد، ان انا اقارنه بحد من اقرانه او من اخواته او من زمايله. يعني بتقابلك امهات دايما تقارن أيوة ابنها بناس تانية؟ أيوة طبعا. او بجيرانه او بقرايبه اصلا. أيوة. ممكن يكون الدافع الام ان هي تيجي تطلب مني حاجه زي كده في الحضانه او في الاكاديميه، ان انا شايفه ابن عمه بيعمل كذا، انا عايزاه يبقى زي ابن عمه. تمام. طيب سيبيه يديله فرصته، حتى لو هي سمعت كلامي بتسمعه على مضض شويه، اللي هو عشان بس المس قالك كده، طيب لا انا عايزاه ده ابن عمه بيعمل، ده ابن عمه بيحفظ، او ابن خالته او اخوه الكبير وهو في سنه كان بيعمل احسن منه 100 مره. يعني فطبعا الكلام ده كله خطا. يعني انا عايزه اقول ان للام ابنك ده مش هو اخوه، ده ابنك وده ابن تاني، يعني الاثنين منفصلين عن بعض، مش هو نفس الشخصيه. كل واحد له شخصيته وله طريقته في التعامل وله استيعابه وقدرته وامكانياته. لازم تعرفي امكانيات طفلك واستيعابه وقدراته، صح، وتقدري تتعاملي من خلالها وبناء عليها. جميل. مش كل الاطفال متساويه، لازم نراعي الفروق الفرديه. كلهم في نفس السن، كلهم في نفس الكلاس، لكن مختلفين تماما في الاستيعاب والتركيز والادراك والانتباه، كل الحاجات دي. هم كمان مش بياخدوا بالهم ان مقارنه الطفل دي ممكن بتقارنه قدام، يعني قدام الطفل التاني اللي موجود كمان. أيوة. فتعمل يكرهه. ايه؟ أيوة. الكلام ده كله بيبقى جواه وهي مش واخده بالها ان هي هو الكارثة، ان هو مضايقه. الكارثه الاكبر ان هي لو قارنته باخوه، دي مشكله. ديت مشكله. بيكره ابوه، بيكره مامته، بيكره الماده اللي بيقارنوا فيها بناء عليها، وبيكره التعليم. مش دي الورقه والقلم انت عايزني اكتب بيهم؟ مش هكتب. يعني ممكن تدخل الطفل في حاله نفسيه مش كويسه. ايوه ايوه. وهي من غير ما تدرك، من كتر حبها الشديد لاولادها ومن كتر ما انا عايزه اولادي احسن ناس في الدنيا، فبتقتل جواهم حاجات من غير ما تحس. وللاسف برضه هي شايفه ان بتعمل كده صح. احنا اتفتحنا شويه، يعني الامهات حاليا مش زي امهات زمان. امهات زمان كانوا على الفطره،
على الفطره بيربوا على الفطره. الله بقى كده عشان انت جيتي لي في حته. أيوة حكاوي اماني حكاوي زمان. ايوه لا امهات زمان كانوا على الفطره جدا بصراحه، طلعوا اجيال يعني قمه في الامهات. أيوة زمان. ايوه مش امهات دلوقتي، امهات دلوقتي بقى عندها شيء من التفتح، شيء من القراءه على النت اكتر، لان برضو في امهات مش ايوه لا في في بتبقى فاهمه حريصين جدا على ان هم يدوروا على اللي ينمي ابنهم كويس جدا. في امهات بتستجيب ودايما بتجيلي انا شخصيا امهات تقول لي لا ابني يكتب بسرعه وابن عمه قرا قبله واخته اصل مش عارف ايه، بتجيلي امهات تانية تقول لي يا مس اماني انا عايزه ابني يلعب. أيوة. وعايزه ابني يجري. أيوة. وايه الانشطه اللي عند حضرتك اللي بتقدميها لابني؟ وهل عند حضرتك سلوكيات؟ هل عند حضرتك رسم؟ هل عند حضرتك تلوين؟ فعلاً دي هل حقيقة. حضرتك تقدري تكتشفي ابني؟ لان انا مش مستعجله على الكتابه، بس هو زي ما بنقابل ده بنقابل ده، بس احنا النهارده. أيوة. عايزين نركز ايوه على النقطه ديت ان هي بقت شائعه. تمام. شائعه شويه يعني زي ما بقول لحضرتك امهات زمان كانوا فعلا بيربونا على الفطره، دلوقتي خلاص احنا معانا الفيس والموبايل اوكي تمام قاعدين بنشوف كل حاجه وخلاص، اي حاجه انا باخدها مشكله عندي كابني، يعني ابني شقي شويه ده عنده فرط حركه ولازم اعالجه. تمام. نقطه ثانيه، ابني عنده 3 سنين طبعا لسه الحروف مش مظبوطه تمام في المخارج، الحروف والنطق والكلام ده مش مظبوطه تمام، تقول لا انا لازم اوديه تخاطب. المشكله ايه بقى تخاطب. يا دكتور منال انها تقول لك ايه ابني عنده مشكله يعني. أيوة هي مشكلة هي هي اعترفت وهي خلاص وجهته اتجاه نفسي. تمام. اللي هو لا ده مش عنده مشكله ممكن اعالجها مثلا بالحوار معايا مع بابا معايا مع المس بتاعته، لا انا وجهته اتجاه نفسي ان هو لازم يتعالج عند دكتور نفساني. بقى مريض وفي اولياء امور امهات كتير اقول يعني لا ممكن انا عايزه اوديه شويه الشقاوه دي بان هو ايوه فرط حركه دي قابلتني كتير. تمام. والنقطه الثانيه بتاعت التخاطب دي، يعني انا برضو دارسه تخاطب، فعندي في الاكاديميه بتاعتي الولاد اللي محتاجين فعلا تخاطب انا بقعد معاهم، اللدغات الحاجات البسيطه دي، تقول لي ابني مش بينطق الحروف صح، ما هو لسه صغير. اتكلمي قدامه صح بشكل واضح هيقدر يلقط منك الكلام بشكل واضح وصريح فهيقدر ينطقه صحيح، لكن انت كل كلمه هتاخديها عنك مشكله وعايزه تحليها وتوديها للدكتور صعب حرام. ما تضغطيش عليا فعلا بمنتهى الامانه في اختياراتي في هواياتي، انا اختار اللون اللي انا عايزه الون بيه براحتي، انا اللي هلون دي رسمتي اختار. عايزه اختار لبسي، جالي ابن الطفل اللي عندي بيعيط، تعيط ليه يا حبيبي؟ يقول لي انا عايز اقلع الجاكيت. طب انت لابسه ليه؟ ما دام انت عايز تقلعه ماما قالت لي لازم البس الجاكيت ده. يا حبيبي يعني طب اقلعه له ياخد برد. بسميها الام وكسر كلام مامته. ايوه فعلا متسلطه. يعني نفسي اقول لها خلي ابنك يشوف الدنيا بعينه. جميل. بعينه هو مش بعين حضرتك ومش بالشكل اللي انت عايزاه يكون فيه. الشكل اللي هو عايزه اللي هو عاوزه هو لسه تلاقي عنده حته الثقه بالنفس. الله ينور عليك. سيد قراره وسيد اختياراته. بس هو يعني للاسف ان احنا ممكن نعمل كده على حساب حاجات تانية كتيره بتدلله وتدلعه زياده عن اللزوم. خلاص بتدلله. ايوه عشان يعني هو في فرق ما بين ان انا اختار وان انا اتناقش معاه او كده، وفي فرق ما بين لا ده هو حكم عليا ان انا اعمل كده او هو ضربني او انا ما بقدرش عليه او عشان ما زعلوش. تمام. فعلا انت قتلتي الاعتماد على النفس، قتلت الثقه في النفس في التدليل الزايد ده. التدليل ده يعني وبرده ديت حاجه بقينا نلمسها كتير قوي في يومنا. يا مس لو غلط ما تزعلوش ما تعاقبهوش ما تقوليش حتى انا زعلانه منه. والعكس يا استاذه. ايوه امل بقى بصي اكسريله صح وانا اكسريله انا اجبسه. ايوه ده كان زمان وانا اجبسه ده كان زمان ده كان زمان. حاليا مش موجوده بالشكل ده. احنا عندنا ممكن اكون احنا محافظه ريفيه شويه عندها بقى التدليل ده بتفرق تفرقه عنصريه. الولد مدلل بشكل مبالغ فيه والبنت مش مدلل. هل ده علشان مع ولد وبنت مثلا؟ في في انا مش كل بقول مش كل مش بقول فعلا كل في ماشي. وعندك والولد الصغير لا في انا كنت لسه هقول لحضرتك في عندك الولد الكبير الولد الصغير الولد الحيله اللي هو جه على بنات. ايوه ده او اللي جاي بعد يعني اللي هو اخر العنقود ده. ايوه اخر العنقود ده مشكله. ولو جه في وجود بنات بتبقى مامته مدخلاه الحضانه والله فعلا بتبقى عماله يا قلبي طب هو لقى كرسي يا قلبي طب خدي بس منه الشنطه. احنا مشفقين عليهم شويه برضو. انا مشفق عليهم بس هو ده بقى الفكره ان احنا ممكن لو زودنا الموضوع ده هيتقلب بتدليل زائد هياثر على شخصيته على نموه على قدرته على اتخاذ القرارات مش هيبقى سايق قراره. احنا السلوجن بتاع الحضانه بتاعتنا نبني اطفالا من اجل المستقبل. جميل. مش بس عايزين اطفالنا بتقرا وتكتب لا احنا عايزين طفل سوي متزن نفسيا
عارف يقرا متفوق دراسيا يبقى متكامل، يقدر لما يبقى لما يكبر يبقى راجل يتحمل مسؤوليه بيته. لما تبقى بنت تكبر تبقى ام تقدر تعلم اولادها صح بطريقه صحيحه. فلازم الام تركز كويس، انا عايزه ابني يبقى متفوق دراسيا باي طريقه من الطرق، ولا عايزه ابني متفوق دراسيا ومتزن نفسيا. اصل انت بتنشئي جيل كامل، جيل كامل. لو ولد عايزاه يكون راجل، راجل كلمه مش راجل ان هو ذكر، لا انا عايزاه راجل اما احطه في موقف معين هيقدر يتصرف التصرف الصح، هيقدر ياخد القرار السليم. لو هو مثلا ماما وبابا ومامته في رعايته هيقدر يهتم بهم ويعتني بيهم، وفي نفس الوقت لو هو خلاص كبر واقدم على خطوه الزواج او كده هيكون هو سايق قراره، هيبقى في ابناء مسؤوله منه وزوجه مسؤوله منه. فلازم انت بتعلميه يعتمد على نفسه، مش هروح اسال ماما. انا عندي طفل بقول له مثلا انت تاخد الكراسه دي او ديت، قال لي سيبها لماما تيجي تختارها وانا بدي له الجايزه. ايوه خلاص، هي مامته كل حاجه اللي من غير ما تحس. ودي الجايزه اللي انا هديها لك يعني انت عشان انت تستحقها. قال لي استني ماما تيجي تختار. بقول له دي ولا دي. اصعب بتجبره يختار انهي رياضه. رياضه يا مؤمنه. انا هتعلم رياضه، انا عايزه السباحه. لا اختار كاراتيه عشان تبقى قوي ما حدش يضربك. انا عايزه اقدر اسبح، لما اروح البحر اعرف اعوم. لا اختار كاراتيه. طيب انا عايزه بقى، عايز تبقى ايه يا حبيبي لما تكبر؟ تبقى قوي. أيوة. تضرب اللي ايوه ايوه تضرب اللي يضربك دي. تحب لما تكبر تبقى ايه؟ يقول لك انا عايزه ابقى مدرس زي الميس بتاعتي عشان انا بحبها. تقول له لا انا عايزاك تبقى دكتور. دكتور خليك، عقده الدكتور دي مهمه جدا. عايزاك تبقى دكتور، ما ينفعش تبقى مدرس. طب اصل انا بحب الميس بتاعتي هي بتشرح لنا جميل. لا تبقى دكتور. فالهوايات، الحريه في ان هو يختار. هو اصلا لسه ثقافته ما اكتملتش، مفاهيمه ما اكتملتش، ادراكه لسه صغير. ممكن هو لما يكبر لوحده يبقى عايز يبقى دكتور من غير ما تبذلي المشكله دي كلها، تصطنع مشكله من غير مشكله. لا انا بفرض رايي عليه في كل حاجه. ده الضغط، انا مش بتكلم بقى عن ضغط القراءه والكتابه فقط، لا ان جنرال بقى ضغط كامل في جميع جوانب شخصيه الطفل. تطلع له طفل مهزوز ما عندوش شخصيه، يعني هيبقى في اي موقف مش هيديك القرار المظبوط. صح. حتى يعني قابلتني بنوته كانت بتعيط في الحفله علشان هي لابسه فستان مش عايزاه. ممكن تكون مش عايزاه، هو مش عايزه لونه بالظبط كده. هي عايزه لون تاني ومامتها اجبرتها ان هي تلبس اللون الفلاني. وعايزه اقول لها يعني مامتها كانت سبب في ان هي طول الحفله بتعيط ما استمتعتش بالحفله. ومامتها كمان نكدت عليها، يعني مامتها تنكد عليها بسببها. بتقابلنا كتير جدا في موضوع يعني كتير جدا. يعني عايزه اقول لك بتحرمها من ان هي تختار تسريحه شعرها. حقيقة. انا عايزه اعمل قطه واحده. انت بتعملي قطتين ليه؟ هي نفس الفكره. دي شكلها حلو عليكي. دي أحلى. شكلك فيها اجمل. طب انا مش عايزه انزل قصه. لا اصل انت راسك طويله فلازم تنزلي قصه. طب اقنعيني بس بالراحه، يعني بالراحه عليا شويه، عليا شويه شويه هتعلم واعمل كل اللي انت عايزاه، بس براحتك عليا كل حاجه في وقتها وفي ميعادها. ما تخلينيش الكتابه في وقتها. طيب انا شايفه لفيته جميله جدا، ممكن اشوفها دي؟ احنا عملناها. ايوه عملناها تبقى حاجه بسيطه كده واغنيه سهله. ما تضغطيش عليا يعني انتوا عايزين من خلال اللافته دي توجهوا رساله للامهات اللي بتتفرج علينا النهارده. اتفضل. هي اغنيه بسيطه جدا، ان شاء الله الامهات اول ما تسمعها هتفهم اللي احنا عايزينه جدا ان شاء الله. وانا عايزه اقول لماما الاول يعني قبل الاغنيه، معلش، في فرق ما بين التربيه والرعايه. ماشي. ان انت بتربي دي بتغرسي قيم في الطفل نفسه، انما الرعايه انت الرعايه دي اللي هي اكل شرب بلبس بسرح بهتم بعتني بالطفل نفسه. جميل. لبسه جسمه قوته كده. انما التربيه ديت انت بتغرسي قيم، وهي يعني هي حتى التربيه قبل التعليم ديت احنا متربيين عليها فعلا. فما ينفعش تكوني انت عايزاه بيرفكت في كل المواد الدراسيه او العلميه وعلى جانب اخر لا ممكن في السن ده يا ماما بدل ما تبذلي مجهود اكتر في ان انت تعلميه القراءه والكتابه، او عايزه خلاص هي انت دماغك كلها متظبطه حوالين الجزء ده، يعني ممكن اعلمه الاداب. جميل. السلوك. جميل. القيم. ما ينفعش تتعامل مع عمه او مع بابا باسلوب مش لائق. تزرع فيه من الصغر. أيوة. عشان بيكبر بيه. ايوه أصلاً بيه. انا لو تقول ده لسه صغير مش عارف حاجه، احنا بنحط دلوقتي البذره اللي هتطلع لنا النبته اللي احنا هناخد منها ثمارها. جميل. المشكله ان انت لما تقولي لها لسه صغير مش هي تقول لك انا لسه صغير مش عارف حاجه، بس بيعمل لها على كيفه. بياخد الكلمتين دولت ويقعد يقول انا لسه صغير. ايوه. ممكن نسمع الاغنيه ريدي. مامتي جميله وزي السكر عايزاني اكبر واتشطر.
اكتر. ايوه يا مامتي ايوه، ما تضغطيش عليا، استني عليا شويه، لما ايديا تبقى قويه وقتها هقدر اكتب. لازم لازم هتعلم، بس كمان لازم العب العب وارسم والون واتنطط نطط نطط واعرف وافهم وافنن. ماما مش لازم اكون دكتور، حوالينا فنان مشهور او قبطان سفينه شطور او بحار او طيار، وانا كمان لازم اختار. ايوه انا عارف انا شطور وهكون وهكون وهكون، بس لازم تساعديني يا مامتي يا نور عيني. مامتي جميله وزي السكر، عايزاني اكبر واتشطر. مامتي مامتي مامتي. اللافته دي اتقال فيها كل الكلام اللي كان ممكن يتقال في الاغنيه اللي انا بحييكوا عليها جدا وعلى كلامها الجميل، واتمنى كل ام النهارده تهتم باللي اتقال في المسج دي. طيب انا عايزه بسرعه جدا عشان وقت حلقتي تقول لنا فكره الانشطه الجميله اللي موجوده معانا دي. احنا بنقول ان الطفل ممكن يتعلم من غير قراءه وكتابه ومن غير اي حاجه، يتعلم لك برده كل اللي انت عايزاه بس بوسائل جميله. جميل. فيها اللي هو التعلم من خلال النادي بيه يا مامز ويا تيتشرز، التعلم من خلال اللعب. تمام. اي مامز تقدر تعمل دي، بسيطه جدا، بغطشان الازايز شايفه، غطاء ازازه ما فيهوش اي مشكله، وده شريط مكتوب عليه الارقام. جميل. احنا مهمتنا ان احنا نحفظ الطفل الرقم، شكله مش عايزاه يكتب، عايزاه يحفظ الشكل ده في سن سنتين. تمام. خلاص هو اوريدي ان هو يقول لك ان ده رقم 8، هقول له خلاص كل ده بيتفك ومحطوط عندي في علبه. اقول له انا عايزك بقى تطلع لي 10 غطيان وتربطهم لي عشان نشوف التفاحات. جميل جدا. كده احنا بننمي ايه؟ شايفه؟ عضلات للايه؟ يعني بنهيئ له الكتابه، يعني بنستعجلش بالراحه. جميل. طيب ممكن فكره النشاط دي بسرعه؟ النشاط ده برضو هو المفروض بنحطه على الارض والطفل بيعمل جامب عليه. الله. تمام؟ بينط. ده احنا عملناه في احد الفنديه عندنا، ان هو اختار بنفسه معانا الكاردز اللي احنا هنكتب عليها، فهو ما كانش فاهم احنا بنعمل ايه، هو بيلعب وبيقص وبيلزق وبس. جميل. في الفنديه اللي بعده جينا بقى، احنا عارفين مثلا ان محمد واقع في رقم 13، ان احمد واقع في حرف الفاء مثلا. انت بتقومي الحاجه اللي واقعه. ايوه. من غير ما يحس. جميل. من غير ما يحس انه عنده مشكله، فهقول له يلا يا محمد اعمل لي جامب يلا على رقم 13، هيجي فرضنا ان هو نط لي على ده. تمام. إيه لا طب فكر تاني، لحد ما يوصل، لحد ما حتى لو هو ما وصلش وانا اللي وصلته. جميل. طب يلا نط على 13، نط على 16، نط على 13. لو جيتي بعد شهر يا مس امين وعملت نفس اللعبه دي وقلت له انت على رقم 13، تفتكر ان هو ممكن يغلط فيها؟ لا مش هيغلط، استحيل. طيب 13 ولا 16. فكره النشاط الاخير اللي معانا، النشاط الاخير نفس الفكره بس لتعليم الالوان والاشكال. في ناس كتيره بتبقى فاقده معرفه الالوان دي بقى، واحنا كبار احنا هنا في النشاط ده بنعلمهم الالوان الالوان والاشكال. الالوان والاشكال طبعا احنا بالنادي كل حلقه اتفقنا ان احنا هيبقى معانا دايما وسائل، عايزين المامز اللي بتتفرج علينا تشوف الوسائل دي وتطبقها مع اولادها. طيب احنا معانا فيديو صغير، ممكن نروح نشوفه ونرجع لكم تاني. وزي ما قالها عمو فؤاد زمان في كلمتين وبس، هتقولها ماما اماني في كلمه واحده ونص. لعب وجد وحب ودراسة، طفولة مرحة ونقولها ببساطة، مش كل حاجة كتابة في الكراسة. وفي آخر كلامنا رح نرمي سلامنا ونودع حبايب طيور أحلى جنة. أشوفكم بخير الحلقة الجاية. سلام عليكم.